حدثان هامان عشناهما بأحاسيس مختلفة خلال شهر فبراير. تتويج المنتخب المغربي للفوتسال بكأس إفريقيا بالعيون وتخليد الذكرى 60 لزلزال أكادير. نرحب بكم مشاهدينا ونقدم لكم مواد هذا العدد. العيون عزيزة علينا ودخلت اليوم للتاريخ الكرة المغربية، أننا منها مشينا لكوب دي موند وفيها خدينا لدوزيام كوب دافريك على التوالي. فاطمة بقاش بديتي هاد اللوحة؟ 15 اليوم أبدا هادك الغوص تيهبل. هاي نستعملوا الفن والثقافة كوسيلة باش نوصلوا التنمية التربوية وشخصية ديال التلامذ المدرسة العمومية وديال التنمية سوسيو اقتصادية ديال العيالات في المجال القروي. واحد 5 دقائق باش نعس، وانا سمعت هذاك الهزان ديال الزنزال والبيت ديالي كان فيه غير واحد 2 متر كاري اللي كان فيه، يعني السقف ديالو كان مشى ما طاحش عليا. اليوم 29 من فبراير من سنة 1960، الساعة 11 ليلا و41 دقيقة، ضربت هزة أرضية دامت 15 ثانية مدينة أكادير، خلفت 15,000 قتيل و 25,000 جريح من إجمالي سكان هذه المدينة الذي كان يقدر آنذاك ب 45,000 نسمة. كارثة إنسانية حول الجميع من سلطات وأجانب ومجتمع مدني، التخفيف من حدتها منذ ذلك التاريخ إلى اليوم من الإعمار إلى إطلاق المشاريع التنموية. زلزال أكادير بعيون من عاشوه، لحسن الرصافي من الناجين يحكي هول الكارثة ويستحضر مجهود الكل في ذكرى الزلزال 60. روبورتاج أمين عضراوي، عبد الرحيم الراجي، حسن المهني وعماد صابر. ومن اللي كيوصلوني هنايا كانت تنقو كخوت، يكون يهودي ولا يكون اسبانيولي ولا كيما كان الصنف ديالو، تولينا احنا واحد، وهذاك الشيء كان بين داك الحب ديالنا وما تغيرش، انما كنا عشنا به قبل الزلزال. التدهور بغينا فعلا باش نديروا التواصل ما بين سنوات الفتاة مع هذه على كان الشباب اللي كاين دابا، باش نقعد نذكروهم مع هذاك الشيء اللي فات، وثانيا مع الاجنبيين اللي هما والديهم توفوا هنا ولا احبابهم وداك الشيء، باش يجيو يعاود يتصلوا بنا، وعاديك الاتصال اللي كان بيناتنا قبل ما يكون الزلزال عاود باش نجددوها بيناتنا وداك الشيء. وهذا هو باش كنستمروا في هذا العمل هذا سنه مع سنه. ساعه يمتزج فيها الحزن بالفرح، يمتزج فيها الحزن لذكرى الزلزال المدمر، ولكن بالفرح يمتزج بالفرح لان بمجرد ما وقع الزلزال تعبأت الأمة المغربية قاطبة وعلى رأسها جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله طراه لإعادة إعمار مدينة أكادير. وفعلا انتصر الأمل وانتصرت الإرادة، الحمد لله. اليوم مدينة أكادير عندها مكانة، لكن نحن نطمح إلى مكانة أكبر. مشي ديال الرئيس ديال الحكومة
ماشي غنقول على قوى المنطقه، ولكن انما هو رئيس الحكومه حنا فخورون بها. يعني ردت فينا واحد الروح جديد ملي حضرنا في هذاك الكلام كله اللي قاله هو. اللي داز باش هنا توقع البريد ديال 60 سنه، وهذيك 60 سنه ماشي عاد توقع عليها انا هما، ولكن غتفرق في العالم ككل. يعني هذاك التامر دابا هذاك ديال البريد راه غيوصل للعالم ككل. تي اون بونس ماتنو كو تو تو تروف ماتنو اكادير؟ مو جادور. تي ادور اكادير؟ اي وي، مو دو توت مانيير سي ما دونك تي غارد توجور مي راسين. تي راسين اكاديري ال سو فوفو بارتو ال تو. وي سي تي اكاديري تي فوالا فوالا سي تري بيان. لاكاديري ال تروف تو. تي في سي اكادير دون تا Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne parle que d'Agadir, même à mes enfants. Je suis née ici en 1949. Je suis née dans un camp militaire de la Légion étrangère, puisque maman était secrétaire. Et après, ben, j'ai habité au quartier industriel. Voilà. Et depuis, ben, je suis partie au tremblement de terre. Je suis partie après le tremblement de terre. Mon père et mon oncle étaient photographes à Agadir. Après, il y avait aussi toute la famille qui vivait ici. Et puis, au tremblement de terre, on a tout perdu. C'est les militaires qui nous ont ramenés en France. Et, que vous dire, voilà, c'est beaucoup d'émotions de revenir ici, 60 ans après. Hein. J'étais moi en dessous des décombres, un peu moucho. Et voilà, et de poursuivre des belles amitiés avec des Gadiris. هذيك الوقفة كتبين لنا بان ملي قالها محمد الخميس الله يرحمه، حنا شادينها باقي الان كواحد الرمز اللي ما خصناش نتفرقوا معاه اجيال على اجيال. بما ان ماشي حاجه صعيبه غنوصلوها كما قال هو بهذيك الكلمه وهذاك الشيء اللي مكتوب تمايا، جيال على جيل كيهزوا هذيك الكلمه وهذاك الشيء يعني وكيستعملوها اليوم. وهذاك الشيء باكادير اليوم راه كنا هذيك الساعه ملي قالها كان غير 16000، واليوم الحمد لله في أكادير ولا أكثر من مليون. إذا كانت مواكبة لهذا الحدث منذ الساعة الأولى، وأنا أعوذ بالله من قولة أنا جئت إلى أكادير مع صاحب الجلالة الملك محمد الخامس على متن طائرته التي كانت تسمى طائرة اليمامة، ونزلنا في أكادير وبقيت هنا مدة شهر كامل. وكان ولي العهد إداك الأمير مولاي الحسن هو الذي مكلف بالإشراف على عملية كل ما يتعلق بأكادير، خصوصا العملية الأولى، يعني البحث عن المفقودين، البحث عن الضحايا تحت التراب، يعني وإعداد الأماكن لإيواء الناجين وإقامة المستشفيات غير بالخيام. باسم جمعية زوران وقادير، الناس القدماء ديال أكادير، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى السكان ديال أكادير القدماء الله يوليهم برحمة الله،
وحنا الحمد لله راه دائما ما كننساوهم حدنا باقي حنا حيين اللي عاقلين على الزنزال وعارفين قادروا في لا وفونتي وطل برش وانزا والبطوار ويحشاش وجميع هاد النواحي ديال اكادير. الزنزال كنت خدام في لوطيل السعادة، كنعرض عليه واحد صاحبي السينما السلام كارتين دي ستيريل باتوار. ديك الساعات كان لوطيل كومبلي عامر فيه بزاف د الموتى، كان كومبلي كيجيو الناس كيقول لي كومبلي. عرض عليا ملي حنا ما عرفناش الزنزال، ملي صحابنا ولا شي حاجة غادي منها بحال فوق البحر، خرجنا لقينا لا بوسيير وأنا عاتيني تكونت تما في التحت ديال لي بيرسونيل في السعادة. ملي جيت لقيت سعادة داخل يلا بقى الاسم ديالو وبقيت اسميتو، مشيت لي حشاش مع العائلة الزوجة ديالي لقينا كل شي حشاش مشى، لا أم المرأة ولا الفاميلا ولا كل شي. حنا دابا في حشاش اللي كان مدمر الغد لي في الصباح، كان الناس كيخرجوا عندهم شي زربيه ولا شي فاش ناس، وهاد الصوره هذه انا ساكن هنا، وهذه هاد المراه هذه هي امي. هذا هو حشاش، هذا مدمر، وهذه القنطره اللي كانت عندنا بوحدها هي اللي باش كيقطعوا الناس على هاد الوتيل دي. وهاد الحيره كانوا فيه كان 7000 خرجوا منه غير 3000. عندي 20,000 صوره، وقال لي نفسي انا قلت هاد النوبه هذه في هاد المعرض اللي غندير لهم دابا غنقدم لهاد الناس ديال اكادير واللي كانوا شبان وداك الشيء وعاشوا معايا في هذاك اليبان، غنقدم لهم شي صور لما شافوهم. وكانوا عندي انا اسمو وبغيت ندير لهم واحد السوربريز فعلا يشوفوا رسوم اللي كانوا صغار والملي كان حفيان، واليوم يكون حفيان، واليوم راه شيف سيرفيس ولا كان وزير، اليوم كانوا في الوزاره وداك الشيء فواحد الحاله وداك الشيء. وملي كيشوفوا هذوك الصور كيستعجبوا من كيفاش هاد الصور عمر ما شوفوا في حياتهم. الآلة ديال الصور في 55 شريتها، وكان موهبة يمكن ولا شي حاجه، وانما عندي الصور كنشوفوهم ملي كانوا الفرنساويين، كنشوفوا الصور اللي كان كيدور في الفيترينات ديالهم وداك الشيء، كنقولوش علاش انا حتى انا نصور وحتى انا ندير كي بحالهم هما هكذا. وكان عندي واحد الفكره بكري بما كنقول ملي نكبر دابا وملي نكبروا ونشدوا الاستقلال وداك الشيء، انا نبدا نصور ونبدا نوريهم للناس. واحد 5 دقائق باش نعس، وانا سمعت هذاك الهزان ديال الزنزال، والبيت ديالي كان فيه غير واحد 2 متر كاري اللي كان فيه، يعني السقف ديالو كان مشى ما طاحش عليا، وكانت الغبره وداك الشيء كذا، وما عنديش حتى جرح. والبيت ديال الوالده ديالي حتى هي كيف، وبقينا حنا بجوج حنا خارجين نجمين ما عندنا شيء، ولكن في البيت ديال اختي فيها رجلها وجوج دراري صغار، كنقلبوا عليهم وجبدنا اختي هي الاولى ومهرسه في الفخ ديالها، وجبنا هذوك الدراري صغار حتى هما باش حنا سبقنا، وحداهم راجل اختي واخته هادو توفاو.
ملي تسد أكادير ما يمكنش القرايه، بقينا هنا نعم مع صحابي كلهم واحد شهر ونص، عاد لقاو لينا فين نمشيو نقراو. انا وليت في الرباط، تما فين لقاو ليا في ليسي ليمون البرستي، يعني ما كندير انا تكنيك. ومن بعد هذاك العام ما نجحتش فيه، وعاود بديت ثاني سنه اخرى، ومن تما تخرجت ومشيت مباشره، مشينا لخريبكه، وتما خدمنا في خريبكه عام ونص. ملي عرفنا بان كان فوسفات في اليوسفيه وهو نص طريق مع اكادير، طلبنا باش نعاود نمشيو اليوسفيه باش نقربوا لوالدينا هنا، على قول والدينا كاينين هنا ما عندهمش. انا اللي كنت ملي خدمت بديت وانا كنفرق معاهم الخرصه ديالي. انا باحث، انا وكيعرفوني على قفله الانترنت، عرفوني باحث على داك الشيء كاع اللي كنقدم وداك الشيء، وهما كيطلبوني بان غيجيو عندي باش نعاونهم باش وكنستقبلهم وداك الشيء، وكنضيفهم عندي، كنضيفهم وداك الشيء وكنتمشى معاهم عاود يرجعوا. وفعلا كنوصلهم للبلايص اللي ما عرفوش، هما كيدكنوا بالصور ديالهم وكيقول لي فين كنا هنايا وداك الشيء، وانا كنديهم البلاصه فين كانوا، اللي هو في طالبارش او لا في انزا او لا فين خدامين والديهم، كنمشيو كنوصلوا داك البلاصه وكيفرحوا بزاف ملي وصلتهم المكان. La famille Martinez, elle est là. Voilà. Ah, donc, c'est ça la tombe de ta famille. Ouais. Pendant le tremblement de terre, le jour même, j'ai été blessé avec mon frère, le plus jeune. On s'est réveillé, mais on était déjà enseveli. Mais on avait juste la tête qui sortait parce que le plafond était tombé un peu par hasard et par chance. Il était tombé comme ça. Et nous, on était dessous, mais bien coincé. Et puis j'entendais plus personne dans l'appartement. Je me suis dit, bon ben, mes parents, mes soeurs et frères sont plus là, sont décédés. انا كنحس بان ولد اكادير بالذاكره ديالي هنا درت ثلاثه كتب، درت توم 1 توم 2 توم 3 على اكادير، من دخول فرنساوي هنا حتى درنا ديال الزنزال، ودرناهم وهما كيتفرقوا عليهم كلهم. بسم الله. بسم الله. قول لي هذاك المريض اللي مشينا ليه ديال اللي درت انا تما وداك الشيء زرتو وداك الشيء عجبنا داك الشيء مزيان وكان الاقبال ولا سوربريز اللي كان هي ملي جا الوزير العثماني حتى هو البارح ما كناش عرفنا عليه. شرفنا بهذيك فعلا هكا. دونك تما يعني سي لو توب ملي جا الوزير الاول يوصلوا شرفنا هذا الشيء. 170 صوره البارح راه زوينين، شفت شي وحده اسمها صور ممتازين بزاف. كنعاونوه كنخلوه يخلوه في كيكون في واحد العزله كنخليوه ما كيخدم في هذا الشيء ديال في الاورديناتور الطرق ديالو كلشي مكرس للاكادير، سورتو الاجانب اللي كاينين برا حتى يستافد منهم كيصيفطوا له التصاور اللي كيحتاجوا داك الشيء باش يخدمهم في دو سيت. الاب ديالي بالنسبه ليا هو الذاكره الاكادير، لانه اللي كيبان ليه هو الوحيد اللي عطاه وقته وكرس وقته غير الاكادير، يعني عارف باللي انه بنادم واخا يبغي ولكن ما غيتسوقش، ولكن هو قلبه في غير اكادير. كنقلب بالخاص على دوك اللي مشاو لبلجيكا على قومه ما يفوق من 500، وكنتصل بهم وداك الشيء كيتصلوا بيا، ومنهم واحد
البنت تمايا كانت تقلب كتقلب كتزوق فيا باش نقلب على امها مده عامين وانا حنا كنتكاتبوا. وجيت درت البحث هنايا وداك الشيء وقلت ليها باش جي عندي هنايا وانا غنتعاون معك ونمشيو للبلاد ديالكم على قهوما هما في زيان وباش نقلبوا عليها تمايا. هما اللي وصلت عندني هنايا هي ورجلها وجابت لي المعطيات اخرى جديده وقلت لها حنا غنبداو نقلبوا هنايا دابا ما نمشيوش لزيان. وفعلا مده 3 ايام حنا كنقلبوا واتصلنا ولقينا هاد المراه هادي. اخيرا وقع ما كانت تعتبره هن مستحيلا، لقاؤها بالام، بالاصل، بالمغرب، بالهويه، شعور طوى صفحة تمتد على مساحة 50 سنة من الفراق. Je suis née dans le Moyen Atlas, mais mon papa étant militaire a été caserné ici à Agadir. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés, ma maman, mon papa et moi, donc dans une maison ici dans ce quartier de Talbot. Et donc nous avons vécu là jusqu'à mes 5 ans, presque 5 ans en fait. Et donc il y a eu le tremblement de terre. Et alors à ce moment-là, ben, tout a été détruit, mais ma famille aussi et ma vie quelque part. Et donc j'ai été prise comme, enfin, considérée comme orpheline. Et les autorités m'ont envoyée dans des familles d'accueil en Belgique. J'ai commencé les recherches et voilà. Et alors je suis j'ai consulté le site de la Seine Roussafi, Agadir 1960. Je l'ai contacté et grâce à lui, on a communiqué et grâce à lui, on a fait des recherches et on a retrouvé ma famille, ma maman. Après 8 années de retrouvailles, ma maman s'est éteinte. Mais je me dis que j'ai quand même vécu 8 années de bonheur. Et pour elle aussi, c'était quand même une joie qu'on se soit retrouvés. Ouais. Quel beau souvenir à la Seine, cette photo. Oui. Ma maman est là. Et là, il était là, oui. Oui, oui, oui. C'était quelque chose de très précieux, très oui. Vraiment bénéfique pour vraiment. Toi d'ailleurs. Vraiment. Et moi-même, parce que je me suis libérée de trouver quelque chose. Oui. Pendant des années qu'on était ensemble sur le site, et puis finalement, on a cherché, on a trouvé. Oui, ça s'est concrétisé. Oui, ça fait très oui concrétisé. Tout à fait. Vraiment, c'était, oui, vraiment. C'était très, formidable. Mais avec tout ce que j'ai sur l'internet, tout ce que j'ai fait, je n'ai pas été fier de ça. ولكن الناس كل واحد اش بغى يقول. انا عندي واحد بين داكشي اللي كندير كنديرو راسي وكندير ما بيني وبين الله وما بين بالضمير ديالي. ملي كنلقى واحد نلقى نفسه هنايا جا من الخارج ولقى نفسه هنايا معايا كنفرح وداكشي هذا هو باش خدام انا. المرة الثانية على التوالي يفوز المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة بكأس إفريقيا، ما أضفى طعما خاصا لهذا التتويج استضافة مدينة العيون لهذه التظاهرة. حضرنا الأجواء فكان التنظيم في الموعد، وقوة منتخب الفوتسال فرضت نفسها على بقية المنتخبات الإفريقية. ربورتاج أمين عدراوي، حسن المهني، عبد الرحيم الراجي، وعماد صابر. العيون عزيزة علينا ودخلت اليوم لتاريخ الكرة المغربية، أننا منها مشينا لكوب دي موند وفيها خدينا لدوزيام كوب دافريك على التوالي. اللهم لك الحمد. من هذا المنبر تنشكر الجمهور ديال مدينة العيون وتنشكر الجمهور المغربي كامل. الناس صراحة نرحبوا بنا من أول نهار فاش وصلنا
في الزناقي، في الوطيل، في المطار، اي في القاعة خصوصا هنا، يعني بحال لك تحس براسك انت لاعب وواحد الفوق تيشجع فيك وتيدعم فيك وتيدفعك بارفوا. انا كنت نبغي نهدي هذه الكاس الغاليه اولا لهاد الناس ديال مدينه العيون اللي الصراحه ما بخلوش علينا بالتشجيعات ديالهم وبالتحفيزات ديالهم في الشارع في القاعه في ما كيتلاقاو معانا. بنهني منتخب المغرب وبنهني الاتحاد الافريقي وبنهني الناس كلها على التنظيم، تنظيم محترم، بطوله افريقيا محترمه الحمد لله، فرقتين عربيتين صعدوا كاس العالم، دي حاجه كويسه الحمد لله ان يبقى في تواجد عربي في كاس العالم دايما. نتمنى التوفيق ان شاء الله للمنتخب المغربي والمنتخب المصري في كاس العالم، وفي منتخب افريقي المنتخب الانجولي ان شاء الله باذن الله يحقق يعمل نتائج كويسه ان شاء الله. ضروري منه اولا احنا حاملين اللقب، ثانيا لاعبين في بلادنا والطموحات كبيره، وكتشوفوا الجمهور كيفاش متابعنا داخل القاعه وخارج القاعه والجمهور المغربي، يعني الضغط راه الله يحسن العوان، ولكن الحمد لله تنحاولوا ما امكن يعني بالعمل اللي درناه وبالثقه وبايماننا بالله ان داك الضغط ردوه ايجابي ان شاء الله باش نحققوا المبتغى. سنين حنا كنخدموا على هذا الاوبجيكتيف مورا الكاس العالم، الاوبجيكتيف الاول هو الكاس، كاس افريقيا، والضغط لا حنا كنحسوا بان المغرب كامل معنا مورانا كيعاوننا. صراحه تنبحثوا علاقات كبيره مع البطوله، مع الناس في البطولات الاوروبيه، كاينين واحد منقبين اللي تابعين الجامعه خدامين معنا، صراحه الاداره الجامعه خدمت معايا بزاف لانه كنجيبوا اللعاب ونردوه ونجربوه ونجربوه، والحمد لله خرجنا بهاد الخمسه اللي عاطين اضافه يعني بالاجماع ديال الجمهور ولا المتتبعين انهم عطاو واحد اضافه كبيره، وعندنا تقريبا اكثر من ثلثين من البطوله الوطنيه، وهذا احسن حاجه يمكن يحلم بها اي مدرب انه يكون عندك منتخب عنده ايقاع واحد ومزيج ما بين اللاعب المحلي واللاعب اللي كيخارج ارض الوطن. هذا حب لهذه الرياضه، انا نشات فيها، كتعرفوا مدينه القنيطره فيها هذه الرياضه، هي الرياضه الشعبيه تما، انا من صغري وانا تلعب، ومن بعد تمت المنادات عليا للمنتخب الوطني في 2000 تقريبا حتى 2007، الحمد لله تكونت شويه في التدريب، وفي 2010 خديت المنتخب الوطني، اللهم لك الحمد دابا حققت معاه يعني تاهيل كاس العالم في 2012، ثم خدينا كوب دافريك في 2016، خدينا عاوتاني تاهيل لكولومبيا. انا كنشوف المنتخب ديال داخل القاعه بانه عطى واحد الثمار، لانه ديجا بعدا عطى واحد الثمار، والان تنشوفوه غادي تيتحسن مستوى على مستوى. وبهذه المناسبه كنشكر ساكنه العيون اللي حامله الرايه المغربيه، وكتقول عاش الملك وديما مغرب وديما مغرب. لانه اول مره العيون كتستضاف بحال هذا الكاس، وفرحانين ان شاء الله، الله يجعلوا هذا الكاس يكون ان شاء الله مغربي في مدينه العيون.
الوطني لحد الان كيقدم واحد الاداء رائع جدا اللي رفعوا بطبيعه الحال الضغط العالي اللي كيمارسوا على الخصم. عندنا لاعبين كيمارسوا على برا البلاد طبيعة حال فرنسا، عندنا اكزومبل بقالي المسلار، يعني لاعبين كبار كيقدموا اداء عالي. عرفنا ان الفريق الانغولي فريق قوي، لكن اول دومي فينال عنده تيلعبها اول مره تيلعب على هذاك، دونك اوتوماتيكمون لي جوور في لي بروميير مينوت ديال ليكيب دانغولا كيكونوا يلاه تيبحثوا على راسهم، فاحنا حاولنا نبغضوهم تاتلينا ذلك سجلنا هدفين، بعد توازنات شويه المقابله ولذلك حنا بدينا بشويه كنحاولوا نجيبوهم باش خدينا يعني الهدف الثالث والرابع اللي كانوا اهداف الامان. Numa situação de 2 contra 0, que era apenas mete o guarda-rede, infelizmente o meu jogador não teve a capacidade e a frieza suficiente para fazer o golo. E depois, a seguir o canto, bateu mal e sofremos o contra-ataque, sofremos o golo. Perdemos 4-0, mas quem viu o jogo sentiu que nós poderíamos ter feito melhor e o resultado mais justo seria pelo menos 4-2. Parabéns à equipa do Marrocos, boa continuação e que Marrocos e Egito que façam melhor e fair play para bem do futsal africano. عجبنا اللي تنظم في العيون في بلادنا الحمد لله، وشنا المنتخب ديالنا وعرفنا بأنه منتخب تكل عليه والحمد لله. المنتخب الوطني كان زوين، اللعب ديالو زوين، ومرحبا بهم كاملين عندنا. هاد الكاس هذا ما بغيناش يخرج من العيون، بغينا يبقى في العيون ان شاء الله، والمنتخب الوطني ديما متألق ان شاء الله يا رب. ثبت انها العيون عاد الحمد لله مدينه كبيره وعاد معروفه عالميا، هذو التظاهرات كينفعوها يعني باش تزيد تنعرف اكثر، والناس هم اللي يعودوا على اطلاع بمجريات العالم، والناس العالم هم اللي يعود عنده درايه بذا اللي يوقع في العيون شنو. انا ولد العيون وكنفتخر بان العيون توقع فيها واحد التظاهره كبيره كتحضن كاس افريقيا، وحنا مع كنشجعوا المنتخب الوطني باش يستمر في هذا الشيء. أيها الإخوة المؤمنون، الذكر عبادة من أرقى العبادات وطاعة من أعظم الطاعات ومنزلة جليلة تقرب العبد من رب الأرض والسماوات. الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان، ولهذا قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل سبحانه: ولا تكن من الناسين. المنتخب المغربي منتخب قوي، منتخب تكتيكي، منتخب محترم. انا بحترم المنتخب المغربي جدا، واحنا مقدرين المنتخب المغربي، وكذلك المنتخب المغربي عارف قيمه منتخب مصر وقوه منتخب مصر في افريقيا عامله ازاي.
كنا عارفين بان المنتخب المصري الا ما فاجئناش وهزينا له نسق المباراه عنيد ما غي يستسلمش بسهوله، وهذا الشيء اللي خلانا نهزوا نسق المباراه ونطبقوا التعليمات ديال المدرب. كنا مجهدين لاي حاجه وقعات، والحمد لله سهلنا المباراه وفزنا بخمسه اهداف لصفر، يعني استسلموا هما في اخر المباراه. كأس غالي علينا، كنظن بأننا نحن المنتخب الوحيد اللي تأهل ثلاث مرات متتالية لكأس العالم وفانكور ديال كوب ديال كأس إفريقيا. هادشي ماشي سهل، هادي خدمو فيها الدراري ربع سنين، لا أطر تقنية لا أطر إدارية لا شارج ماتيريو ولا طاقم طبي، والحمد لله حتى الإعلاميين تاهما ساندونا كثير، اللهم لك الحمد على التغطية الإعلامية اللي كانت متميزة. ساعدناش ان احنا حتى ننهي هجماتنا بشكل كويس، كانت النتيجه تتغير اكتر من كده بكتير لو الملعب ساعدنا حتى في انهاء الهجمات بتاعتنا، لكن لعبتنا كانت بتنزلق واحنا حتى بنهاجم، فكانت بتبقى مشكله. كانت النتيجه ممكن تتغير عن كده، حتى لما كانت 2-0 او 3-0 كنا ممكن نرجع المباراه تاني، لكن احنا خلاص لعبتنا مش عارف ترجع المباراه تاني. نيسه تكون 5-0 ما نهضروش على كاع على شي سبب، كان فرق واحد ولا هذا نقدروا نقولوا راه كانوا شي اسباب. ثانيا احنا لاعبين في نفس القاعه، بجوج بينا لاعبين، يعني الظروف ديال المباراه عاديه، كان واحد شويه ديال الزلاق شويه لانه القاعه عمرات بالبشر وتدخل لوميديتي. هذه مساله تفرج في لي شامبيونا الكبار ديما لو باركي، هذا هو المشكل اللي تيوقع فيه. ولكن راه مصر لعبات في هذه البطوله ربحات الماتشات كاملين، دونك علاش حتى اليوم عاد تلقى هاد الاسباب. راهم شامبيون دافريك، ولكن دائما انا بالنسبه لي الباب مفتوح للاعبين المحليين وللاعبين الدوليين، اولا باش هادو يجتهدوا ما يقولوش راه ما خصهمش يتراخاو، هادي راه لا كوب دو موند جايه، وعاود الاخرين ساكن للاعبين حتى هما ما يقولوش نخليو لهم الامل. دونك هذا منتخب وطني الجاهزيه بقى 7 شهور على لا كوب دو موند، خصنا من غدا نبداو نفكروا في الخدمه في هاد لا كوب دو موند بجدية. الثقافة، الفن، التربية والتواصل روافد أساسية تروم صقل المواهب وتطوير الكفاءات لفائدة تلاميذ المدرسة العمومية والمرأة القروية. هذا هو المشروع المحوري الذي تشتغل عليه جمعية كان يا مكان منذ تأسيسها قبل 10 سنوات، مشروع يحمل اسم تنوير استفاد منه لحد الساعة أزيد من 20,000 طفل وامرأة. روبورتاج خديجة أكراي، حسن المهني، عبد الرحيم الراجي، أمين عدراوي وعماد صابر. Мы
منى بن شقرون رئيسة جمعية كينيا مكان للفئة ديال البرامج كينيا مكان، هي المرأة القروية وتلمذات ديال المدارس العمومية. هذا العام تنحتفلوا ب 10 سنين ديال كينيا مكان، دونك 10 سنين ديال الخدمة، 10 سنين ديال التجربة، وحنا فرحانين بالبرنامج التنوير اللي وصل ل 21 ألف تلميذ. كيفاش لقيت راسي في المجتمع المدني؟ فت بدا هادشي ملي كنت في البنكة وما تنحش بالراحة، تنحس بأن ماشي بلاصتي، واخا كانت عندي خدمة زوينة وكلشي، ولكن تنحس بأن ناقص لي شي حاجة اللي هي مهمة. دونك بديت تنقلب وتنقلب على شنو تهمني، شنو تشجعني، شنو تفرحني، ولقيت جوج ديال المواضيع هو الإنسانية والفن. التلميذ ملي كيخرج من المؤسسة وكيغيب على العملية التعلمية التعليمية، إذا خاصو يملأ الفراغات ديالو ويملمها بشي حاجة اللي تعود عليه بالنفع. بطبيعة الحال الأنشطة ديال جمعية كينيا مكان هي أنشطة موازية مختلفة، فيها 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 ما يتعلق بالتنوير اللي فيه برنامج ديال الرسومات، ما يتعلق بأنشطة ديال المسرح، ديال أنشطة رياضية، وهذه الأنشطة كتكون محفزة للتلميذ لأن من خلالها ديك الطريقة ديال التعلم عن طريق اللعب، كيرسم وفي نفس الوقت يتعلم، كيرسم أو في نفس الوقت كينمي المهارات والقدرات المعرفية دياله، في نفس الوقت ربما هذاك التلميذ ينقدرون عملية ديال التوجيه يمكن من خلال هذاك الأعمال اليدوية ولا الرسم ولا جميع الأنشطة اللي كتمارس، هذاك التلميذ يلقى الشخصية دياله ويلقى المبتغى دياله، يلقى النفس دياله ما تشتهي وما تريد، وبالتالي من تما كان يمكن هذاك هو الأساس اللي منه كنبنيو الشخصيه ديال التلميذ، وربما كيساعدنا على عمليه ديال التوجيه. نظركم شنو نقدروا نديروا بهذه القرايه؟ شنو الاقتراحات اللي عندكم؟ مثلا نقدروا نديروا شكل حيوانات، مزيان. شنو اخر؟ نقدروا نستخدموا من هنا نديروا فيهم السدان، نستخدموهم باش نديروا فيهم ملونات، مزيان. وبالنسبه للودينات تقدروا ديروهم بهادي والفوم حتى هو، ياك تقدروا ديروا هذه الودينات. شنو اخر؟ الفوم ما غاديش يجي، هذا هو النيف، غادي تصبغوا حتى هو صافي. تبداو برنامج ديال التنوير، كيديروا الغوستيكلاج، كيديروا الرسم، كيديروا مثلا الحكايه، ولكن كل حصه كنحاولوا ندوزوا لهم بعض الحوايج، مثلا بعض القيام، شي حوايج اللي خصهم يلتزموا بهم. كيف ما كتشوفوا معنا هنا، حنا كنخدموا كمجموعات، ضروري كيكون التعاون بيناتهم، كيكون خصهم يتعاونوا بيناتهم، يتفقوا شي واحد مثلا لا معرفش شي حاجه الاخر خصو يعاونوا. مثلا كنحاولوا نديروا لهم ديتيجو في الاول باش شويه يكونوا اكتيف، وكاين اللي كتعجبو بزاف الحصه كيبغيو ديما يبقاو يجيو، كاين اللي كيتسنى غير متى يوصل النهار اللي غيكون عنده كينيا مكان باش يجي يحضر الانشطه. هكذا كنقيد الخب مزيان، يا ما خديش منها، دير هكذا اشتغلت في هذه الاسوسياسيون دوبي دي زون. اسس ديال هذا البروجي هذا هو انه كيشتغل على تنميه شخصيه وتربويه للطفل، اون باراليل كاين مساهمه في محاربه الهدر المدرسي، كيف ما كيشتغل على 3 فولي اللي هما لا كرياتيفيتي لي بلانويسمون اي لي في ديال لي زونفون. وانا كنت كنمشي للمدرسه غير باش ندير الدروس ديالي كنرجع للدار، دخلت عندنا القسم
واش كاع جاوبت على الاسئله ديالنا؟ شنو هي الجمعيه وشنو هي الانشطه وباش غادي تفيدنا؟ وعطاتنا لومبلوا ديالنا والتفويج ديالنا وشوقاتنا منين غادي تجي الوقت ديالنا. ملي كنا كندخلو كنا كندخلو فرحانين، وملي كنا كنخرجو كنا كنخرجو عاجبنا الحال. حنايا كنا كنتوقعو امتى غير دوز الايام باش تجي الحصه ديالنا. هاد الجمعيه ليها فضل كبير علينا، نمات لينا القدرات ديالنا. السلام عليكم. مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. كي دايره؟ الحمد لله. لا فاطمه كي دايره؟ شحال هادي ما شفتك؟ ها غادي تمطل؟ ما فين يا فاطمه ترجم لي هادشي؟ شنو تعطلت؟ والله الا تعطلت. شحال هادي ما شفتك؟ احنا دابا كنتواجدوا في المقر ديال التعاونيه الفنيه النسويه تليت اللي تاسست سنه 2010 بدعم من جمعيه كان يا مكان، لانه كان اول مشروع ديالها وكان سميتو طالون دو فام. هذه التعاونيه هذه بدات ب 14 امراه قرويه داروا تكوينات في الفن والتشكيلي مع اساتذه ومكونين مغاربه وحتى خارج الوطن. من بعد بطبيعة الحال بدعم من كان يا مكان درنا معارض كثيرة، ومن بعد زدنا واحد النشاط آخر اللي هو داكرياسيون دو بيجو. هاد النشاط الثاني عطى فرصة للعيالات باش يتعلموا حاجة أخرى جديدة، وكيفاش أنهم يخرجوا من يديهم حوايج اللي هما كما نقولوا من قلبهم من لاكرياسيون ديالهم. جمعية كان يا مكان أسسناها في 2009، خصوصا باش نستعملوا الفن والثقافة كوسيلة باش نوصلوا التنمية التربوية وشخصية ديال التلامذ المدرسة العمومية وديال التنمية سوسيو اقتصادية ديال العيالات في المجال القروي. بداش دغري يميك مس الخير هذا نراس نعلم ناس اورجيس نتفاهمك ناس نتعاون دار وانا ما نكبتينكش من ديك مون سنوالو يا لا والنغره ولا والو باغي الحمد لله. لا فاطمه بقاش بديتي هاد اللوحه؟ 15 يوم 15 يوم بعد هذاك الغوص تهبل هاي ياك عجبك بعد هاد الغوز؟ إيه طبيعة كنت مزيرت غاي اللي سداد اللي نشر كل شيء هلا إستوان نشكر يزرب هاي هوا نشكر غان على لوحة صغيرة هوا كان نرزع ما كاين الخير هذا غير نسى هذا غير التعاون كل راه التعاون هذا نسى لوحة التعاون سيميكي هوا غير لا والو سولي لا والو أسولي التوان والو المعرضات والو أسولي التوان. بالنسبة لهذا البروجي هذا كان خدموا على واحدة باز هي واحدة بروغراماسيون اللي في الأول كان بدأوا أو السنة الأولى كان اشتغلوا على طفل المحيط ديالو، العائلة، الدوار، المدرسة، الحقوق الواجبات، الهوية ديالو. السنة الثانية كنشتغلوا على الموضوع ديال البيئة، كنحاولوا ما أمكن حسوا الأطفال على أهمية البيئة. السنة الثالثة كنشتغلوا على لا ديفيرسيتي كولتوريل، يعني كنشتغلوا على كيحاول ما أمكن يعرف الثقافة ديالو في المغرب،
في لافريك. من السنه الرابعه حتى السنه السادسه كنشتغلوا على التنوع الثقافي ما بين لافريك لاميريك لازي. والهدف من هاد البرمجه هذه وهذا التسلسل هذا هو ان الطفل كيحاول ما امكن يتعرف على المحيط القريب منه بما فيه العائله هذا، الحقوق، البيئه، باش في لافان يتعرف على العالم، ثقافه العالم، ويكون عنده واحد لاغيشيس في الثقافه ديالو. الفن تيمكن لك بعدا تعبر، تعبر واحد الطريقة اللي ماشي الطريقة بالكلمة، بالطريقة اللي تتخدم لك واحد الطاقتي أخرى ديال السيرفو، تمكن لك تعبر على شي حاجة يمكن ما كاج كنتي حاسة بها الحاجة من قبل. دونك مثلا وتكتشف واحد المواهب اللي ما كنتيش عارفة. شوف الدراري، شوف الرسوم ديالهم، راه زعما شي حاجة فريمون تتبين الداخل ديالهم. علاش اختارينا نكونوا داخل المدرسة العمومية؟ لأن كنا باغين يكون عندنا واحد الآثار على تلامت اللي بدات، ولكن حتى وعلى حتى على المدرسة، لأن المدرسة محتاجة يكون شي حاجات تشجع الأساتذة، تشجع المديرين، لأن شوية خدامين بطريقة ممكن محتاجين شوية الحياة. جان بتي كي دانس، جان بتي كي دانس، جان بتي كي دانس، جان بتي كي دانس، avec les mains mains، avec le nez nez، avec les doigts doigts doigts، ainsi danse Jean Petit. برافو عليكم. انا مع كانيا ما كان لمده 9 سنوات. تجربتي مع كانيا ما كانت واحد التجربه اللي هي رائعه وصعبه في نفس الوقت. رائعه حيت اكتسبت بزاف ديال القدرات، قدرت انني نطور في نفسي، انني تكون عندي القدره انني نعبر، وانني نزيد نديفلوبي راسي في الانيماسيون بلي تكنيك بلا نوفيل بروغراماسيون اللي كاو بالتكوينات كذلك اللي كنا كنستافدوا منها من كانيا مكان. كا عندنا الفلو، عندنا الارتستيك، توسكي ارتستيك، الماريونيت، الديسان، لار بلاستيك. واحد جوج ثلاثة جو. شكون شي في جو؟ برافو عليكم، مزيان، برافو. واحد جوج ثلاثة البكا. البكا عندكم تبكيو بالصح. برافو عليكم. لازم هذا المشروع كيشتغل في شقين. مشروع يتعلق أولا بتنوير مستقبلي، ومن خلاله يتم زرع مجموعة من القيم من خلال أنشطة متميزة لها علاقة وتتماشى مع الرؤية الاستراتيجية ل 2015-2030، وكذلك مع القانون الإطار 51-17. عندي بنية كتقرا في الرابعة ابتدائي هنا في المؤسسة، والحمد لله بان الفرق قبل ومن بعد. قبل الحمد كانت صعيبه، حركيه بزاف، عندها طاقه زائده بزاف، ولدرجه انا يمكن خليت تلعب مراكيل، ولكن الحمد لله من بعد البرنامج استفدت بزاف، ومن الورشه ديال التنوير مع بشرى، والحمد لله ولات كتسمع مني هادئه كالم، ونصحتني حتى انني ندخلها للرياضه، تمارس الرياضه اللي مناسبه لها في عمرها، وكل شيء داكشي كان زوين. البطل في كانيا ما كان هو كل واحد منا. كان على الفكرة جاتني، ولكن بعد الفكرة تحطت عند خديجة شارجي سويفي، موسى شارجي سويفي، المنشطين، المنشطين حتى هما أبطال. المرأة اللي شتيو العيالات المستفيدات ديال برنامج تالنت فام حتى هما أبطال. كل واحد اللي دار ثقة في هذا المشروع وساهم باش ينجح هذا المشروع هو بطل.
أحيانا يكون التألق مرتبطا بأشخاص، وأحيانا أخرى يكون متعلقا بالمجموعة. على كل حال، فتميز الأشخاص يولد من رحم المجموعة. كلنا أبطال، يشكر لكم وفاءكم ويضرب لكم موعدا الشهر المقبل بحول الله.